قراءتنا في صحف أمريكا الشمالية نستهلها من الولايات المتحدة، حيث كتبت نيويورك تايمز أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية حذرت حكام الولايات من تخفيف التدابير المتخذة لمجابهة تسارع انتشار وباء كورونا، واعتبرت أن الانخفاض الكبير في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس يمكن أن يعاود الارتفاع في الولايات المتحدة، وأضافت أن الأمر يتعلق بتطور مثير للقلق يأتي مع اكتشاف المزيد من السلالات الجديدة للفيروس، لافتة إلى أن الوضع يشير إلى أن العودة إلى الحياة الطبيعية ليست قريبة كما يأمل العديد من الأمريكيين. وفي موضوع غير ذي صلة، توقعت يومية وول ستريت جورنال أن يحقق الاقتصاد الأمريكي نموا خلال العام الجاري، وعزت ذلك إلى تأثير المساعدات الفيدرالية المقدمة للأسر المتضررة من وباء كورونا. وفي كندا أفادت لو ديفوار أن البلاد ستتمكن قريبا من الحصول على لقاحين جديدين لتطعيم السكان، مشيرة إلى أن وزارة الصحة وافقت للتو على استخدام لقاح أسترازينيكا، ما سيمكن أوتاوا من تلقي 22 مليون جرعة إضافية بحلول شتنبر. ومن جهتها كتبت لا بريس أن الحكومة الكندية تعتقد بضرورة زيادة عدد المهاجرين الناطقين بالفرنسية لضمان استمرار اللغة الفرنسية في البلاد، مشيرة إلى أنه تحقيقا لهذه الغاية سيتعين على وزارة الهجرة وضع أهداف محددة لجلب المهاجرين الناطقين بالفرنسية من أجل الحفاظ على الوزن الديموغرافي للساكنة الفرنكوفونية.